أولا مرحبا بكم، صحة رمضانكم. معكم محمد الأمين محمدي في القناة، وهذا واحد من الفيديوهات الجديدة بإذن الله اللي راح نعود نبدأ بها القناة إن شاء الله، نعود لها الانطلاق نتاعها. الموضوع نتاع اليوم كان مقترح، واللي هو موضوع الانحراف. واش هو الانحراف؟ واش هي الأسباب نتاع الانحراف؟ واش هي الحلول اللي نقدروا نديروها باش نتفادوا الانحراف؟ نروحوا للنقطة الأولى، واللي هي ما هو مفهوم الانحراف. يعرف الانحراف على أنه الميل عن المعتقدات أو القوانين اللي يحطها المجتمع للأشخاص، واللي يعترف بها بين الناس كاملين، واللي ما نقدروش نتحداوها او نروحوا على النطاق نتاعها ونحيدوا عليها. وهذا الانحراف يكون في عده مجالات. الفيديو باش يكون قصير وباش ما نطولش عليكم، راح نذكر النقاط نتاع اسباب الانحراف على عجاله وبدون شرح. واش هي الاسباب اللي تؤدي الى الانحراف، او واش هي اسباب الانحراف؟ اسباب نتاع الانحراف هي نقص الوازع الديني، ايضا رفقاء السوء، الفقر، كذلك البيئه المحيطه او البيئه الفاسده للانسان، والحريه المطلقه. بعد ما ذكرنا الأسباب، راح نروحوا للحلول المقترحة أو الحلول اللي نشوفها أنا كشخص تقدر تساعد تجنب الانحراف أو في معالجة موضوع الانحراف. من الأسباب اللي نشوفها مساعدة هي وضع خطة كاملة قبل الزواج أو للأطفال نتاعنا اللي راح نجيبهم، لأنه وضع خطة راح تمنع انحراف الأطفال نتاعنا اللي راح يكونوا شباب في المجتمع من بعد ورجال، وراح يكونوا أحد الفاسدين في المجتمع. فوضع خطة راح يكون مثال كبير ومثال رائع على أنه نتفاداو هذا الأمر. من الحلول أيضا التعليم الإلزامي للأطفال والأفراد وللشباب والمجتمعات. التعليم احنا نشوفوه على أنه حكر على الأطفال أو على المدرسة، لكن لا، التعليم يكون في عديد من المجالات وفي كل المجالات تقريبا. لذا علينا أن نعلم الشخص إلزاما باش نتجنبوا الانحراف. شكرا لكم، كان معكم محمد الأمين محمدي، إلى لقاء آخر.